معنا مشاهدينا المزيد من المتابعة دكتور عمر العاني، معنا من تونس نائب مسؤول القسم المهني في هيئة علماء المسلمين. مرحبا بكم دكتور عمر. بداية، ما أسباب عقد هذه الندوة وكيف كانت أجواؤها اليوم؟ نعم، تحية لك أخي الكريم والمشاهدين قناة الراشدين الفضائي الكرام. حياك الله. من أهم أسباب عقد هذه الندوة هو رفع الغبار عن الشخصيات العراقية التي كان لها الدور الباب في إصلاح المجتمع وتجديد الفكر الإسلامي في العراق. نعم. ومن هذه الأسباب هو المداورة بين الشخصيات السياسية والمكتبية، حيث تم تحديد نقاط التقاء هاتين الحضارتين خلال الشخصيات الإسلامية والعربية، ابن عاشور ومذهب العبودي من الموصل من العراق. نعم. أما عن الأجواء كانت إيجابية إلى حد كبير، حيث لاحظنا تعطف الجمهور إلى مثل هذه الندوات لأن فيها إبراز شخصيات هي التي قدم نفس الدورة سلط الضوء عليهم للاستفادة من تجاربهم، وكانت هذه السابقة حقيقة هي لهيئة علماء المسلمين في العراق بدأت أزرع التواصل مع الدول من خلال المعتدلة علمائهم وأبقاتهم. نعم، الصوت لا يصلنا بصورة واضحة. عموما، ما أهم وقفات الشيخ العبيدي وكيف كان تلقي الحاضرين للحديث عن سيرة دكتور العبيدي؟ نعم أخي الكريم، من أهم مواقف الشيخ العبيدي رحمه الله سنة 1963 أنه رفض تولي المناصب سواء الدينية والسياسية على حد سواء تحت إمرة الإفتلين وتحت إمرة الإفتلين بشكل عام، وكان يعتقد أن الموظف في هذه المناصب لا يملك أمره لأنه مأسوب، وأيضا معالجة ما يدور من قضايا عصبه حيث كان يخطب بالناس وينزل إلى الميدان إلى الأسواق ويتكلم مع العلماء ومع وجهاء البلد ومع الناس العوام. ومواقفه بالذات هي مواقفه حقيقة هي كشفت للمتابع حقيقة المحتلين وكيف كانوا يتعاملون مع الناس، وما عرضته إلى النفي والاعتقال في مصر ثم النفي إلى جزيرة هنجام، وكشف بمواقفه زيف المحتلين الذين يعني يصورون للناس انهم جاءوا لهم بحضاره وما شابه ذلك. اذا ما اهداف هذه المؤتمرات وكيف ترون نتائجها؟ من اهم هذه اهداف هذه المؤتمرات هي توحيد صف الامه وضبط اذرع التواصل فيما بينها وتلاقح الافكار المثقفين والمصلحين في مجال العمل الإسلامي المعتدل، وإيصال رسالة أن ما يصيبني قد أصابك وما يصيبك قد يصيبني، وتحديد ذلك بشكل دقيق. وقد لاحظنا صراحة تعطشا كما قلت لذلك من الجمهور ولمعرفة هذه الشخصيات، وحتى أن بعض المتداخلين حدد العلماء وقال أول مرة نسمع الشيخ العبيدي في حبذا لو أن في كل مرة تخرجون لنا أو توضحون لنا عن بعض هذه الشخصيات وتنقبون لنا عن بعض هذه الشخصيات التي قادت المجتمع وقادت الأمة آنذاك. شكرا لك من تونس دكتور عمر العاني، نائب قسم المهني مسؤول القسم المهني في هيئة علماء المسلمين.